السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، واليوم الخامس من رمضان والحلقة الخامسة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 5 رمضان يا جماعة، وربنا يثبت المصلين الصائمين القائمين، ربنا يثبت البنات اللي خدوا خطوة الحجاب والشيطان قال لهم قبل رمضان هتقلعوه، والناس الصالحين قالوا لهم اتحجبوا وإن شاء الله ما تقلعوهوش، فهم محجبات دلوقتي وخايفين يقلعوا الحجاب بعد رمضان. ربنا يثبتكم ويحفظ لكم الطاعة دي ويحفظها عليكم ويحفظكم بيها ويحفظكم من الحجاب، وربنا يقدرنا على صلة الأرحام وبر الوالدين وكل الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها، وربنا يقدرنا نفرح بالصيام اللي ربنا بيفرح به سبحانه وتعالى. وقال في الحديث اللي قلناه تاني يوم في رمضان من فرحة ربنا بالصيام، بيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ربنا فرحان إن إحنا سايبين الأكل عشانه، سايبين الشرب عشانه، وسايبين الشهوة الحلال بين الرجل ومراته عشانه وهم صايمين. كل ده ربنا فرحان بيه، فهنيئا للصائمين المصلين فرحة رب العالمين سبحانه وتعالى. الكنز المفقود، احنا بنتكلم في أحاديث قدسية، بس احنا مش برنامج شرح أحاديث قدسية، احنا بنتكلم ازاي ربنا بيساعدنا ويعلمنا نشوفه بقلوبنا في الدنيا، نشوف قهره سبحانه وتعالى في الأفعال اللي تحس فيك أن ربنا مسيطر على كونه وبإيده مقاليد السماوات والأرض، ونشوف المنعم سبحانه وتعالى في النعمة فنبقى فرحانين لأن ربنا سبحانه وتعالى بيهدينا بشيء عشان نمتلك، فنفرح بربنا أكتر من نفرح بالنعمة، ونشوف الحكمة لما ياخد مننا حاجة أكيد مخبلنا حاجة أحلى، ونشوف كرم ربنا وإحنا واقفين نصلي بين إيديه إن هو اللي خلانا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فما بنيت المساجد ولا فتحت المساجد إلا بإذن من الكريم سبحانه وتعالى الرحيم سبحانه وتعالى اللي سمح لنا نقف بين إيديه. الكنز المفقود هي رؤية الله بقلوبنا، رؤية صفاته، وقلنا قبل كده وبنكرر الله قال لنا مش هتشوفوني في الدنيا، هتشوفوني في الجنة، لكن قلوبكم أن تعبد الله كأنك تراه، تشوف صفاتي في كل حاجة فتعيش مع الخالق بدل ما تعيش مع المخلوقات. وربنا بيساعدنا نعمل كده، فبيشرح لنا الحاجات دي بالأحاديث القدسية، يقول لنا هو بيحب إيه وحكمته إيه من الموضوع ده وإرادته إيه مننا، فلما نقرأ الكلام ده نبدأ نحس بربنا سبحانه وتعالى ونشعر بقربه مننا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حديث النهاردة حديث بحبه قوي، ويا رب يتنقل الحب ده لقلب كل مشاهد. قال الله، حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إلا هيزعل حد أنا بحبه سأعلن عليه الحرب. مين اللي بيتكلم؟ الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. أحب حاجة لربنا الفروض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي، يكره الموت وأنا أكره مساءته. مش عايزين نزعله، هو ما بيحبش الموت واحنا مش بنحب نزعله، بس لازم تموت عشان تروح لنا. الموت ده ترقية تصل به إلى جوار رب العالمين في الدار الآخرة. حديث جميل قوي نقله الإمام البخاري. النبي بيكلمنا عن الأولياء، وكلمة أولياء دي كلمة بعض الناس بيستغربها، وربنا بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلمة ولي يعني واحد طلب إن ربنا يتولى، واحد فقير واقف على باب ربنا يقول: يا رب ماليش غيرك، أنت اللي هتخليني خاشع في الصلاة، ماليش غيرك، أنت اللي هتقومني للصلاة أصلا، ماليش غيرك ترزقني، ماليش غيرك تكرمني بزوجة صالحة، ماليش غيرك تصحيني على الفجر، ماليش غيرك تحميني من الأمراض، ماليش غيرك تشفيني، ماليش غيرك تهدي عيالي، ماليش غيرك تفرحني تبكيني، كل حاجة ماليش غيرك. ده كده بيتولى ربنا، يعني بيطلب ان ربنا يتولى، زي بالظبط لما يكون عندك مشكله وتروح لمحامي، على قدر ثقتك في المحامي، على قدر تفويضك ليه وتعمل له توكيل رسمي ومش عارف ايه وتدي له كل حاجه ثقتك فيه، وتبقى فخور ان فلان المحامي بيتولى القضيه دي. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من كل الظلمات
إلى كل الأنوار، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي والكفر وظلمات البعد عن ربنا لنور القرب منه والشعور بحلاوة تولي ربنا لشؤوننا. بس خد بالك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا بيقول اللي هيزعل حد أنا بحبه. أنت عارف ربنا لما يقول هحارب واحد، أنت عارف يعني الله يحارب واحد؟ تعرف ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى ضدك؟ مين اللي يبقى معاك؟ بس انا عايز اقول حاجة الاول قبل ما اقول محدش يأذي الاولياء. ومين الاولياء اصلا؟ كنت تطلع ولي وانت مش واخد بالك وانت تتفرج عليا حتى لو عندنا بعض الذنوب. عايز اقول حاجة الاول، ربنا بيتولاني، ربنا قائم على شؤوني، انا الله اللي بيتولاني. وانا ساعات ببقى خايف من بكرة وخايف من الزمن وخايف من الرزق وخايف حد يؤذيني وخايف حد ياخد مني، وربنا اللي بيتولى شؤوني. اقول لك حاجه، اللي عايز يتجوز بيروح لاي حد ماشي في الشارع يقول له شوف العروسه، ولا بيروح لواحد بيثق فيه عنده اخلاق وعنده دين يقول له بص ما دام من طرفك هتبقى زي الفل ان شاء الله، ويروح يقول له واحد خلص لي الموضوع ده، تولى انت الموضوع ده انا واثق فيه خلاص. عايزك تتخيل ثقتك في بني ادم عشان يجيب لك عروسه، انسى بقى اطلع لفوق لله المثل الاعلى، ثقتك في الله في اختياراته ليك اللي جايه. انت عارف يعني ايه ربنا بيتولاك؟ عارف يعني ايه ذلك بان الله مولى الذين امنوا؟ عشان كده خد بالك، هنفتكر معايا كلمه ان الله مولى الذين امنوا دي، هنقول عليها حاجه في الاخر حلوه قوي عشان ناخد بالنا ان المسلمين دول مقامهم عالي. افكرك بولايه هي من اول الولايات ليك، يوم الالم. الم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق، أول خلق كان إيه؟ أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب. قال وما أكتب؟ ألم مش عارف، مش هيكتب إلا بإذن الله ومشيئة ربنا. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل حاجة تحصل وكل مصائر العبيد وكل عطاء وأخذ ومنع ونعم وكل حاجة. فكتب الألم بأمر من الله بعد ما تولاك إنك من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، من غير ما حد يقوله يا رب يا رب عشان خاطري طلع فلان ده مسلم، يا رب طلعها مسلمة، يا رب خليه يصدق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حدش عمل كده، وإنما تولاك قبل ما تكون موجود لا أنت ولا أي حد في الدنيا، بل ولا الكون أصلا، كانتش السماوات اتخلقت ولا الأرض، مش قبل خلقة البشر، قبل خلقة الدنيا. والحديث بيقول وذلك قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام. القلم بأمر من الله هيتولى ربنا هؤلاء الناس، يطلعهم من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل نعمة بتنزل عليك دلوقتي ما هي إلا تنفيذ لقدر الله اللي تولاك. حتى اللي ابتلاءات هنشوف دلوقتي إزاي فيها ولاية من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ثق في مولاك الذي قبل أن يخلقك تولاك، إنك من أمة النبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي، عشان خاطر النبي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل به أو تتكلم، وحديث البخاري. عشان خاطر النبي، لو جت فكرة مش كويسة في بالك ربنا مش هيحاسبك، عشان خاطر النبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من الخمسة دي خمس حاجات ما حدش خدهم إلا أمة النبي عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الفقهاء ياخدوا منها حكم فقهي جميل قوي، إنك أنت من مكان طاهر في الشارع في النادي في الجنينة في بيتك في أي حاجة صلي، الأرض الأصل فيها الطهارة. وعلماء القلوب يقول لك عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تقول الله أكبر تدخل على الله، مش شرط في مكان معين هي دي المكان، وغير كده يبقى سوء أدب لو قلت يا رب. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تعرف تقابل حد من الرؤساء ولا الوزراء ولا الناس العظيمة تعرف تقابله في الشارع؟ صعب، عيب حتى انك انت تقول انا عايز أقابلك في الشارع، فتروح مكتب وتقعد وتستنى دورك. الله عشان خاطر النبي. ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي تولات قبل أن تأتي إلى الدنيا سبحانه وتعالى. عشان كده استأمن ربنا على نفسك، تبقاش خايف من بكرة ولا خايف منه إنه ما يتولكش لو أنت قربت منه. أسئلة كتيرة بتتبعت فاكرين خدعوك، فقالوا هنكمله إن شاء الله بعد رمضان حلقة الغش. لو مش غشتش أنا خايف منجحش، أنا خايف منجحش، لو بعدت عن البنت اللي بحبها خايف ما تجوزش.
مش مستأمن ربنا، نسي الولاية الكبرى انه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. احد الشهوات الكبيرة قوي عند الناس جنب شهوة الاكل والشرب، الاهم من الاكل والشرب، شهوة الشعور بالأهمية. انا لو اديتك دلوقتي جنيه وقلت لك اتفضل على الله يطمر فيك، تزعل قوي ان انا قدمت لك بطريقة وحشة. لكن لو اديتك قرش ساغ، قرش قلت لك بحبك قوي خد ده، هتفرح بالاهتمام اكتر من الفلوس. الناس الطبيعية كده، شهوة الشعور بالاهتمام. تخيل ان الله انت ليك قدر عنده يا امة محمد صلى الله عليه وسلم، الله بيقول ان انت من الاولياء. يقول الامام الطحاوي في كتاب اسمه العقيدة الطحاوية، اشهر كتاب في امة النبي عن العقيدة، يقول والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن. امة النبي صلى الله عليه وسلم، امة المؤمنين كلها اولياء. بس خد بالك الولاية دي بتتفاوت، مش في ناس اولياء عظام لهم مقام كبير قوي عند ربنا عز وجل، وفي ناس برضو اولياء ما دام من امه النبي صلى الله عليه وسلم. والامام الطحاوي بيقول كده، وربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول ذلك بان الله مولى الذين امنوا واللي مش مولاهم ربنا، وان الكافرين لا مولى لهم. فكل المؤمنين اولياء الرحمن. فما تخافش، ما تخافش حتى لو اذنبت، انت بعنايه ربنا سبحانه وتعالى، وانت ممكن تكون ولي بس مش واخد بالك. قلبك متعلق بربنا عز وجل، قلبك متعلق بربنا. شكلك لو مشيت في الشارع ما حدش يقول ده من الصالحين، منغمس في الشغل ومنغمس في حياتك ومنغمس مع اهلك، بس قلبك معلق بالله. بتشتغل عشان ربنا، وبتعامل مراتك بتعامل فيها ربنا، وبتربي عيالك عشان ربنا، وبتزور امك عشان ربنا. فشكلك مشغول كده، مش لازم تكون شيخ قاعد في المسجد، لكنك كبير قوي قوي. خد بالك امه النبي صلى الله عليه وسلم كلها اولياء. فخد بالك تاذي حد فاكر ان هو مش عالم ولا مش شيخ، وتطلع مراتك من كبار الاولياء لانها قلبها متعلق بربنا، او يطلع زوجك من كبار الاولياء عند ربنا، فتبقى انت او انت بتكد له او بتكد لها او هي بتكد لك، وعمالين كده عايزين ندوس على بعض وبنبعد من ربنا، لان ربنا بيحاربنا عشان بنزعل الاولياء. هسيبكم تصلوا على سيد الاولياء صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفصل ان شاء الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي هيزعل واحد انا بحبه الله يقول انا هحاربه. وزي ما قلت لكم من شوية، المؤمنون كلهم اولياء الرحمن كما يقول الامام الطحاوي. امة الاسلام دي امة غالية، اوعى تكون مزعل واحد جنبك وانت مش عارف ان ده ممكن يكون كبير عند ربنا، وانت مش واخد بالك مراتك ولا جوزك ولا ابوك ولا امك ولا واحد صاحبك في الشغل. ما تعرفش مقادير الناس عند الله، لا يعلم مقادير العباد الا رب العباد. حاجة تانية، كنز اوعى تفقده ابدا، هو كنزنا المفقود بتاع النهاردة. انت في عناية الرحمن الذي تولى امرك لما من زمان، لما امر الألم يكتبك، اكتب يا قلم انك من امة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. استأمن ربنا وما تخافش، تخافش على مستقبلك ولا على اي حاجة. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. عايز اقول لكم بص قصة الولاية دي وتشوف قد ايه انت ممكن يكون ربنا مخبي لك خير. حصلت مشكلة مادية عند ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو طالب مش مسلم، فلما حصلت عنده المشكلة المادية دي قبل الاسلام وقبل بعثة النبي، قام مفرق اولاده على قرايبه يربوهم عشان هو معهوش فلوس. فكان سيدنا علي بن ابي طالب من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. لولا المشكلة المادية اللي في بيت ابو طالب ما كانش النبي خد سيدنا علي. لما فرق اولاده وطلع سيدنا علي بعناية من الله من نصيب النبي، يطلع مين بقى؟ يطلع علي ابن ابي طالب اللي تربى في بيت النبي، اول الصغار اسلاما، جوز بنت النبي ورابع الخلفاء الراشدين، بسبب مشكلة حصلت بس ربنا تولاها. عارف يعني ايه لو انت كنت رجعت ورا كده وشفت اللي بيحصل تقول يا ما انت كريم يا رب؟ ممكن ساعتها يكون ابو طالب ايه المشكله الماديه دي، بلاش ابو طالب احنا بقى، ايه اللي بيحصل فيا ده يا رب؟ ليه خدت مني الفلوس؟ لو انت ما تعرفش ده تولي وانت مش واخد بالك، دي ولايه كبيره. استأمن ربنا، خليك مع ربنا زي الطفل ولله المثل الاعلى اللي في حجر امه.
ركبت اتوبيس وقفت، بس هو في حجرها وفي حضنها مطمن. قعدت في التكييف هو مطمن، المهم حضن امي. مشيت في الشارع في الحر مش مهم، المهم اكون في حضنها كده، انا مع الله سبحانه وتعالى. في اي حته يحطني انا مستأمن ربنا سبحانه وتعالى، انا حاسس انه متولاني بسبب ان انا من امه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف كل الناس اتجمعت عليه عايزين يرموه في البير، وربنا سبحانه وتعالى، عايز اقول لك حاجه، بعد ما ربنا حكى للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى للمسلمين قصه سيدنا يوسف، قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. هم اجمعوا قوتهم وتفكيرهم على سيدنا يوسف والله تولاه، فطلعوا من البير على القصر، وبعدين كدوله دخل السجن، طلع من السجن على العرش. فلما سيدنا يوسف وربنا أسجد ليه إخواته بعد كده ورفع مقامه، عشان كده سيدنا يوسف في آخر حياته قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ليه طلب صغير يا رب؟ كمل لي الولاية. عايز إيه يا يوسف عليه السلام؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكمل الولاية تموت على الإسلام، تموت فتحشر مع الصالحين. أكمل الولاية أنك تموت على التوحيد، ربنا تولاك من زمان لما كتبك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاترك نفسك لربك إن شاء الله أنت ولي. يا أمة النبي أنتوا أولياء كما يقول الإمام الطحاوي. أيوة بنغلط، والعلماء يقولوا كلمة حلوة قوي، يقولوا ليس كل من ثبت تخصيصه، يعني ليه مقام خاص عند ربنا، كمل تخليصه. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد لسه ما تخلصش من كل الذنوب وكل العيوب، بس ده انسان مخصوص عند ربنا، وواحده واحده بيتخلص من عيوبه وذنوبه. اوعى تاذي اي حد من المسلمين، احترم المسلمين كلهم، اخرج من بيتك كل المسلمين على دماغك من فوق. اذا كان امه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ان حرمتهم زي حرمه الكعبه، الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، انت زي البلد الحرام، انت زي الكعبه. فاوعى تأذي حد من أمة النبي عشان شكله مش شيخ ولا شكله مش عالم، تقول يا عم ده واحد عادي. الله أعلم بمقادير العبيد عند ربنا سبحانه وتعالى. سلم تبقى ولي، استسلم، ثق في مولاك عنايته بك سابقة قبل ما تيجي للدنيا، وهو بيخط القلم ويقول اكتبه، اتكتب، اكتب يا ألم ان هذا الإنسان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان مستسلم ازاي. صلح الحديبية، النبي حلم انه راح يعمل عمرة، رؤيا الأنبياء حق، جمع الصحابة 1400 رايحين منحارب، رايحين نعمل عمرة، وهو رايح لمكة، احنا في سلام مش هنحارب، جه واحد من مكة قال له هنحاربك وهنهزمك، فالنبي قال هنحارب. مش النبي قبل مكة بركة الناقة اسمها القصواء، فالصحابة قالوا هي الناقة ما سمعتش كلام النبي ولا ايه، بتكسر كلام النبي؟ فقال: ما خلقت القصواء، ما كسرتش كلامي، وليس هذا لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. زي ما فيل أبرهة ربنا قعده عشان ما يحصلش قتال ويحصل تدمير للكعبة، زي ما ربنا قعد الناقة عشان يقول للنبي اختياري ليك من شوية انك تحارب، دلوقتي بقولك سلام، ما فيش حرب يا محمد، حاضر يا رب. يجي بعدها خبر ان سيدنا عثمان اتقتل في مكة، فالنبي ربنا يوحيله هتحاربوا علشان قتل عثمان، وبعدين بعدها بشوية والنبي يقول له حاضر يا رب، سلام حاضر، حرب حاضر، يا رب اللي تحبه حطني مطرح ما تحب، انا يا رب سايب نفسي مستأمنك، اختار يا رب ما تشاء، حرب سلام، دماء سلام، زي ما تحب يا رب العالمين سبحانه وتعالى. شوية ويجي واحد اسمه سهيل بن عمرو يقول للنبي هنتصالح معاك وهنعمل شروط إن شاء الله تكون في صالح المسلمين، طبعا ده النبي هو اللي شايفها في صالح المسلمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول خلاص مش هنحارب. قد إيه مستسلم النبي، عشان كده ربنا تولى أمر النبي ورفع به الدنيا صلى الله عليه وسلم، والآخرة كمان لن يتم الحساب إلا لما النبي يشفع صلى الله عليه وسلم، مقامه عالي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حتى المصائب، حتى المصائب اوعى تنسى، لما تلاقي نفسك عندك سكينة كده افتكر ان ربنا في المصيبة تولاك، عشان كده تلاقي نفسك قمت قايل إن لله وإنا إليه راجعون. انت مين اللي خلاك تنطق بالكلمة دي مع ان ربنا أذاك؟ عجيبة دي، يأذيك وتقول له يا رب بحبك، ياخد منك حاجة انت بتحبها، وابنك ولا حد عزيز عليك ولا فلوسك اللي تعبت فيها، تقول له يا رب احنا اصلا منك وإليك واحنا بنحبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وتولانا ربنا سبحانه وتعالى إلا لما ياخد مننا حاجة يكفي. إن هو ادانا النبي صلى الله عليه وسلم،
ادانا حبه سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا. من عاد لي وليا يمكن تكون انت من الاولياء، يمكن يكون الالاف ولا الملايين اللي بيشوفونا كلهم اولياء. لازم نحترم المسلمين كلهم ونحب المسلمين كلهم وما نزعلش المسلمين كلهم. ويكفي ولاية انهم قاعدك تتفرج على الدين دلوقتي. يا جماعه انتوا متخيلين انتوا قاعدين بتتفرجوا على برنامج نص ساعه وبرامج تانية بتشوفوها قبل كده وبعد كده، وكل برنامج ربنا بيقول للملائكه، وقربنا من الحديث ده، ربنا بيقول للملائكه اشهدكم اني قد غفرت لهم، عشان قاعدين بنسمع حد بيتكلم عن ربنا عز وجل. يا من تكريم يا رب اللي توليت وقتنا وخليت وقتنا يصرف في سبيلك سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى المعصيه، حتى لو عصيت ما تقولش يا رب سبتني اعصي ليه. اوعى تقول زي ابليس قال لربنا فبما اغويتني، انت اللي خليتني اغلط بقى، لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. اعمل زي سيدنا ادم لو عصيت، قول يا رب انا غلطت الحقني، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تولاني يا رب. على فكره لو تولاك يقلب لك المعصيه ضنك، ضنك في قلبك. في ناس لما تعصي تنبسط وتروح تقول الناس شفتوا عملنا ايه امبارح، وتجاهر بالذنب وتجرأ الناس على ربنا. في واحد لما يعصي يعيط، ايه اللي حصل؟ شهوته اتقلبت خانقه، ربنا بيتولاه بيكرهه في الذنب. زمان كان بيقعد يجهز ويقعد يظبط، وبعد ما يعمل الذنب يقول يا جماعه دوقوا اللي انا دقته. دلوقتي بيعصي غلط، بيعصي نسي، ولو عصى يقعد يعيط يا رب مش قادر ابعد عنك، يا رب تولني برحمتك، فيتولاه يكرهه في الذنب. ناس كتير بتتفرج علينا كده. ان شاء الله نكون كلنا اولياء الرحمن والمؤمنون كما يقول الامام الطحاوي، كلهم اولياء الرحمن. فثق في ربك وثق في اختياره، واعرف ان كل حاجه بتنزل من عنده فيها عنايه بك، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. واوعى تاذي حد من المسلمين ابدا وانت ما تعرفش، يطلع ولي كبير فربنا يحاربك. على فكره في ناس كتير كده، في ناس كتير بعيده عن ربنا بسبب سخريتهم من الناس. تسخر من واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم، اشرف عند ربنا زي الكعبه او اكتر من الكعبه كمان. تخيل واحد بيتريق على الكعبه، تخيل واحد رمى قاذورات على الكعبه، شوف ازاي ربنا يبعده ويطرده من القرب منه. طب انا لما اسخر من واحد ما هو غالي عند ربنا زي الكعبه، لما اتريق على واحد، لما اذي واحد ابص له من فوق لتحت، تعرف انت كده تستهزئ من الكعبه؟ في ناس كتير يا جماعه مطروده من القرب من ربنا بسبب سخريتهم من الناس، وانت ما تعرفش يمكن يكون اللي بتسخر منهم دول مقامهم كبير عند ربنا. اقول لك حاجه تانية، وفي ناس مطروده بسبب ايه؟ سبب مش واثق في ربنا ومش مستأمن ربنا. وخد بالك ربنا عليم بذات الصدور. فلو انا مقدم على حاجه وقلقان ربنا ما يساعدنيش، عملت خير وقلقان ان ربنا ما يجازينيش، خايف من ربنا لو كنت كويس ان ربنا ما يوفقنيش، زي ناس كتير خايفه تطيع، مش مستأمن ربنا، حاسس ان ربنا ما فيش في ايديه خير، فبيقول لربنا بقلبه يا رب انت مش بتتولاني وخايف ما تتولانيش، وربنا بيقول انا عند ظن عبدي بيه. فثق في مولاك سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه جل في علاه. عشان كده أقول لكم حاجة، أقول لكم حاجة تخليك ولي قوي قريب من ربنا. أترك الانتصار لنفسك، أترك الانتصار علشان مقامي قدام الناس. سيدنا علي فاكرين لما كان بيقاتل واحد، ولما قتله سيدنا علي وقعه، لسه هيضربه بالسيف قتال، مشرك عايز يقتل سيدنا علي، قام تافف في وشه هذا المشرك، سيدنا علي بصله كده وقام سايبه وماشي. فجري ورا المشرك قال له انت ما قتلتنيش ليه؟ قال له لما جيت اقتلك كنت بقتلك عشان انت بتحاربنا وعايز تقتلنا، لكن لما تفيت في وشي انا قلت انا بقتله عشان تفي في وشي ولا عشان ربنا؟ انا لا يمكن انتصر لنفسي، انا سايب نفسي ربنا اللي يدافع عنها، فلما اختلطت نيتي سبتك ومشيت لحسن اكون بنتصر لنفسي. فاسلم هذا المشرك، وقف ميزان سيدنا علي بن ابي طالب. اقول لك حاجه تخلي ربنا، تخليك قصدي ربنا يدافع عنك، اترك الانتصار لنفسك. وهم قالوا كده العلماء، قالوا ان الصالحين ما بينتصروش لنفسهم. تقول السيده عائشه كما في الصحيحين، ما ضرب رسول الله شيئا بيده قط الا ان تنتهك حرمات الله، ساعتها يحارب عشان ربنا، لك لنفسه يتشد من يأت اللبس بتاعه صلى الله عليه وسلم، يرموا عليه التراب، يضربوه بالطوب، وهو بيقول يا رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما ينتصرش لنفسه، اترك الانتصار لنفسك، وشوف الله كما قال هو ان الله يدافع عن الذين امنوا. خليك بينك وبين ربنا كده مفوض الامر لربنا، قول يا رب انا معاك وانت يا رب تتولاني، ده بينك وبين ربنا. ساعتها ربنا يتولاك لما يشوفك على بابه. لكن تقول انا هتصرف، انا خايف من ربنا ما يساعدنيش، وربنا شايف الكلام ده في قلبك، ربنا بيقول من عاد لي وليا، فتولى ربنا عشان يدافع عنك ضد الناس اللي بيؤذوك، ويدافع عنك ضد الدنيا اللي بتاخد قلبك، لان من غيره ربنا على قلب
اللي بيحبه. لو الدنيا خطفتك ممكن ربنا ياخد منك حتة من الدنيا عشان يرجع لك قلبه تاني ويرجع قريب من ربنا. فحتى لو اتاخدت منك حاجة قول ده ربنا بيتولاني، بيخطف مني الدنيا اللي شغلتني عنه. حاجة تانية مع الناس، قلنا مع الله قول يا رب انا ماليش غيرك في كل حاجة ووثق في كل اختياراتك. مع الناس اوعى تأذي حد، اوعى تتريق على حد، اطلع من البيت كده شايف كل الناس احسن مننا. لحسن نأذي حد ولا نتريق على حد فربنا يطردنا من القرب منه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن الإمام الطحاوي أشهر علماء المسلمين يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. عايزين نحب الناس ونخدمهم، فلما نخدمهم ربنا يرضى عنا، ربنا يدافع عنا ويرضى عنا ويتولى أمرنا. ومن عاد لي وليا كنز اوعى تفقده، كنز إن الله بيتولانا، فثق في اختياره ليك. واسيبكم كده لغاية بكرة إن شاء الله، تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المتقين، الحمد لله رب العالمين.